اتفضل. آية والذين يكنزون الذهب والفضة، هل هي منسوخة أم محكمة؟ لا مش منسوخة، ده كان معاوية رضي الله عنه كان يقول خاص بأهل الكتاب واعترض عليه العلماء، ولكن كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وإن كان وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض.